سمر، وصلنا لأحلى وأهم فقرة لليوم. أكيد كل مشاهدينا ناطرين عالم الفلك، شو مخبالنا عالم الفلك؟ أكيد دائما مع بداية كل عام بصير عنا تغيرات بالكواكب، وكل حدا بينطر كوكبه والبرج يلي بيرافقه شو مخباله. كتير أحداث أكيد مرينا فيها بسنة 2020، مرقنا بالحلو، مرقنا بالمر، ولكن دائما لعالم الفلك حصة بحياتنا. لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بالسنة الجديدة بأخصائية علم الفلك غالية بكفلاوي. صباح الخير يا غالية، وكل عام بخير. صباح الورد سالي، صباح وسمر، وكل عام وأنتم بألف خير أكيد، وكل مشاهدينا يسعد لي اوقاتكم، ان شاء الله يا رب هاي السنه تكون سنه خير على الجميع. امين ان شاء الله. يسعد صباحك عن جديد غاليه، وكل عام وانت بالف خير. بالبدايه كثير من الناس عم لاقيهم ناس متفائلين، ناس مكتئبين، عم بيقولوا 2021 حتطلع أسوأ من 2020. خلينا نحكي عن 2021، برايك هي السنه كيف حتكون، وهل هي مختلفه عن 2020؟ هلا بالبدايه بدي اقول انه هي السنه ما بلشت اليوم، تمام. السنة بلشت من الشهر الأخير من العام الماضي، وتحديداً من 20/12/2020. السنة الفلكية بدأت بهذا، يعني في اقتران للكواكب كتير مهم، هو اللي حيغير طبيعة كل المرحلة القادمة. الزمن الماضي راح، ما في شيء بيرجع مثل ما كان. السنة القادمة سنة بتحمل توجهات مختلفة، بتحمل آفاق جديدة كتير، يمكن منلاقي حالنا نحن بظروف مختلفة عن قبل كتير، رغم أنه في أشياء تتكرر دائما كل عام. نحن عنا خضات تتكرر، إن كان ثورات طبيعة، إن كان مشاكل عبر الدول، هذا لابد منه ببعض الفترات، كلياتنا منعرف، بس طبيعة العام ككل مختلفة تماما. نحن ودعنا عصر ترابي بالأبراج ودخلنا عصر هوائي. الكواكب الموجودة ببرج الدلو أكيد دخلنا على مرحلة وعلى عصر برج الدلو يلي رح يستمر 200 سنة. فتخيلي التغييرات يلي ممكن تكون، ورح نلاقيها كل سنة بنشوف شي جديد من التغيير يلي عم يصير. طبعا بس بحب نوه انه هاي السنة رقمها 5، وخمسة هو رقم كوكب عطارد. كوكب عطارد ايضا كل تحركاته وتراجعاته رح تكون بابراج هوائيه هي السنه، فهي سنه للهواء بامتياز. يعني مواليد الدلو، مواليد الجوزاء، ومواليد الميزان هن اكثر المتاثرين هذا العام رح يكونوا. بدي اقول كمان انه هي السنه سريعه، بتنشط فيها كثير قصص ما كنا منتبهين لها من قبل ابدا. يعني بينشط فيها التقدم العلمي، بينشط فيها الاكتشافات الحديثة، بينشط فيها كل ما له علاقة بالمجتمع. سنة فيها تغيير مجتمعي وبشري كتير كبير، رح يكون في قوانين جديدة، أساليب جديدة للتواصل بين الناس مختلفة عما مضى. ما في شك فيها نوع من الخضات الاقتصادية، لأنه هي ما بتروح بين يوم وليلة، وخاصة بأوائل السنة. يعني في عنا فترة الشهر الأول للشهر الثاني شوي في بعض المتاعب على الصعيد الاقتصادي لابد منها. هلأ أنا بدي أقول الشيء المفيد لكل اللي عم بيسمعونا، أنه شهر آذار وشهر نيسان هن أشهر مناسبة جدا، وللجميع على فكرة يلي حابب يبدأ مرحلة التغيير بحياته. أي نوع من التغيير حابب يبلش مشروع، يبدأ بخطوات جديدة، يسافر، ينشئ عائلة، هي الفترة لطيفة تعتبر نسبيا عن بداية، أكيد بداية العام. هي بشكل عام نلاقي كتير في اهتمامات بتزول هي السنة، وبتظهر اهتمامات جديدة، بس بالنتيجة هذا العام لسن القوانين الجديدة يلي بتنظم المجتمع، ويلي بتنظم الناس، ويلي بتنظم الاقتصاد بنهاياتها أكيد إن شاء الله. فترة صغيرة اللي ذكرتها هي فترة للبدايات الجديدة منيحة، فترة أيضا ما بين منتصف أيار نهاية تموز، كمان فترة ألطف وأكثر رواق بالنسبة عامة، يعني نحكي على الوضع العام. حلو. بنتعب شوي أواخر العام، ولكن أي تغيير بيدخل مرحلة مخاض لبينما نلاقي الحلول البديلة، ولبينما نلاقي التغييرات يلي نحن عم نسعى لها. ما حتكون فردية أكيد التغييرات،
رح يكون في تضامن، حيكون في تكافل مجتمعي كتير كبير ليصير التغييرات يلي نحن كلياتنا بنتمناها. ان شاء الله يا رب، عسى خير غاليه وتفاؤل بهيدي السنه تكون سنه افضل. يمكن اختصرتي هيك الحديث بمجمل الحديث كان اهميه التغيير، يعني هي فينا نعتبرها نحن سنه تغيير. تماما سنه طبعا. التغييرات 2021، يعني الناس اللي عم ينتظروا انه يرجع شيء كما كان حتروح جهودهم سدى حقيقة. يبلشوا كل المواليد لازم يبدوا بالتغيير، لازم يواكبوا التغيير، يلتقطوا الفرص. وعلى فكرة هاي السنة مهمة للمواهب، مهمة للإمكانيات، مهمة للقدرات، يعني الناس بدوا يبلشوا يعني يطالعوا من جواتهم كل قدراتهم مواهبهم ليقدروا يواكبوا هذا العصر الجديد، وليقدروا يرتبوا وضعهم المالي، لأنه نحن بفترة مالية صعبة جدا. ما أنا بفترة مالية أبدا سهلة، فدائما بده يكون تفكير بشي جديد نعمله، ودائما بده يكون في عنا أسس نبني عليها يلي جاي. أكيد غالية، كل الناس ناطرين يعرفوا حظوظهم وأبراجهم. خلينا نبلش مع أول برج، يمكن برج الحمل. الحمل طبعا سنة كتير حلوة بالنسبة لمواليد الحمل، ويعني فيني أقول إنه هو من أكثر المواليد حظ بهاي السنة، لأنه عنده تغيير أوساط مهنية واجتماعية. الحمل رح يغير عمله ورح يدخل أوساط جديدة، يمكن تكون عبر سفر، ويمكن تكون يلي ما بدهم يسافروا طبعا، أو يلي ما عم تسح لهم فرص السفر، ممكن تكون بموقعهم، ولكن في ترقية وفي تحسن عام بأحوالهم. هلأ أمورهم المالية أيضا إلى تحسن، ولو أنه بيعانوا شوي من خضات مالية هاي السنة. وعلى فكرة الحمل خضاته المالية مو مرتبطة بالعشرين 21، رح تبقى عنده هاي التغيرات المالية يعني ما بين صعود وهبوط عفوا لتاريخ 2025 تقريبا، بس هاي السنة جيدة ماليا، بده ينتبه بين السابع والتاسع شوي على أموره المالية. الأمور العاطفية عامة جيدة لمولود الحمل، وتحمله تغييرات بالنص الثاني من العام. حلو، رح نسأل غالية شو مخبى الفلك لبرج الثور؟ هلأ مواليد الثور عندهم سنة جدية كتير، سنة عن جد بدهم يضعفوا فيها كتير جهودهم. كواكب موجودة ببرج الدلو أكيد بتحسهم على أنه ما ياخذوا الأمور أو يتهاونوا فيها. طموحاتهم بتكبر هاي السنة مواليد الثور، تغييراتهم بتكون على صعيد أمورهم العملية، ممكن تنفتح لهم آفاق خارجية، خارجية عن بلدهم أو خارجية عن نطاقهم يلي هنن فيه. ممكن كتير مواليد الثور يكون عندهم ترقية بعملهم، ولكن هذا كله بيرافقه كتير من التعب وسهر الليالي مثل ما بيقولوا. بس بالنتيجة إذا مولود الثور اشتغل بشكل صح وبشكل حريص على أدائه وعلى جاهزيته، فالنتائج رح تكون باهرة بالنسبة لألون. ممكن كتير يكون في لدى بعض مواليد الثور أنشطة عقارية بهي السنة. مواليد الثور النشاط العقاري أيا كان، سواء كان تجاري أو حتى لو كان على صعيد شخصي، فهو جيد جدا بالنسبة لألون ومربح. أمورنا العاطفية مواليد الثور يمكن ما للأولوية بهذا العام، العمل والمال هو الأهم بهي السنة، طبعا عنده مكاسب مالية جيدة. الأمور العاطفية يمكن شوي تعاني من تقلبات هي والأمور العائلية شوي، بس هذا ما بيمنع أنه البعض ما عندهم ارتباط، لا أكيد لابد أنه يكون في ارتباط للبعض بفترات ممكن تكون كتير جيدة من الناحية العاطفية. تمام غالي، خلينا نحكي عن برج الجوزاء، شو بيحمل له 2021 برأيك؟ الجوزاء هو من الأبراج المحظوظة بهذا العام، وأنا بقول إنه مواليد الجوزاء كون الكواكب موجودة ببرج الدلو كلها داعمة وبمكان كتير مناسب ومنسجم معه، فأنا بشوف إنه مواليد الجوزاء على الإطلاق أي بداية جديدة لإلهم رح تكون ناجحة، سواء كانت بداية مهنية سواء كانت بداية دراسية. كتير مواليد الجوزاء بيرجعوا لمقاعد الدراسة، حتى يلي منتهيين من أمورهم الدراسية ممكن يفكروا بشي جديد يعملوا، ممكن يدخلوا تعلم جديد، ممكن يدخلوا تخصصات جديدة. سنة مولود الجوزاء بيطور ذاته لحد كبير، وبينتبه على مواهبه، بينتبه على إمكانياته، بيحاول يقويها يعززها، بيهتم بنفسه الحقيقة كتير.
وهي السنة أيضا ممكن تحمله بعض التغييرات العملية والسفر على رأس الاهتمامات. الراغبين بالهجرة من مواليد الجوزاء هاي السنة بتحقق لهم هذا السفر الموفق. أيضا اللي عندهم بعض القضايا القانونية أو بعض القضايا القضائية، كثير مواليد الجوزاء انشغلوا هذا السنة الماضية على فكرة بأمور من هذا النوع. نعم. فهي السنة للحلول، سنة للتحسن بشكل عام، سنة بتدعم حظوظهم، وأيضا للحب، عام للحب وللبدايات الجديدة. بقول مواليد الجوزاء هلأ في منهم كتير بيقضوا فترة هيك فيها شوي صخب عاطفي هي السنة، ولكن بالنهاية بيوصلوا لعلاقة جدية ممكن تاخدهم لارتباط. سرطان متفائلين غالية، شو رأيك؟ طبعا طبعا مواليد السرطان يعني رح يتحرروا من قيود كتيرة ورح يتحرروا من اعتبارات كتير كانت مزعجة لإلهم بثلاث سنين مرت، كانت الكواكب معاكسة كتير. هاي السنة فيها تعويضات كتير مهمة لمواليد السرطان رغم انشغالاتهم الكتيرة. مواليد السرطان أنا بدي ركز على النواحي المالية بهي السنة، لأنه هذه السنة الماضية مواليد السرطان صار عندهم خضات مالية كبيرة وصار عندهم تغييرات باستراتيجيتهم المالية الحقيقة على فترات من العام الماضي. هاي السنة في تصفية حسابات، خليني أقول في استرجاع حقوق، في يمكن إيفاء ديون، يعني سواء كان مولود السرطان دائن أو مدين، فهي السنة لترتيب الشأن المالي المشترك، أي أموال مشتركة مع الغير، مع شركاته المالية، مع أمور عائلية، يمكن تكون إرث، ميراث، ممتلكات مشتركة، هي كلها بتترتب هي السنة. وبدي أقول إنه لو بعض مواليد السرطان هذا العام كان عندهم مشكلة بهذا الموضوع، فأنا بنصحهم إنه ما يلجأوا لطرق قانونية، يعملوا أمورهم بالتسويات وبالتصالح، لأنه الحقوق ستعود. وأمورهم حتى العاطفية إلى حد ما جيدة. هلأ أنا بركز أكثر على الأمور الزوجية يلي رح تاخد شكل أكثر استقرار من العام الفائت بالنسبة لمواليد السرطان. الأمور العاطفية ممكن تحمل لهم أيضا شيء جديد للبعض. أكيد غالي، خلينا نحكي عن مواليد برج الأسد، هي السنة مواليد سنة حظهم ولا لا؟ لا، هي هلأ ما في سنة حظ بالمعنى المطلق. ما في سنة حظ، في مواليد بترتاح كتير هالسنة اللي هن مواليد الحمل، مواليد الميزان، السرطان الجدي، هدول من الأبراج اللي حيرتاحوا كتير. تمام. المواليد يلي رح يكون عندهم حظوظ بفترات بالسنة سواء بنص السنة الأول أو الثاني أو بالمنتصف عم نذكرهم أكيد تبعا. هلأ مواليد الأسد هو عام للتغييرات الجذرية بالنسبة له، عام للتغيير مهم جدا، ينطلق مهنيا، بيحاول يغير شيء بأموره المهنية، وممكن كتير مواليد الأسد يكون في عندهم عقود جديدة بعملهم. نعم. أو بحياتهم الشخصية. هاي السنة للشركات، سواء كانت لفض شركات أو لبداية شركات جديدة. وأنا بشوف السفر على رأس الاهتمامات عند مواليد الأسد، يعني سفر بهدف العمل أو التعامل مع جهات بعيدة أو خارجية، ممكن بقصد العمل أيضا. فأنا بشوف أنه هي السنة بدها كتير جهود، بدها كتير تحضيرات كتير جيدة، بدها كتير انتباه لتوقيع عقود توثيقة، هالقصص هاي، وكتير يكونوا واثقين من قراراتهم، القرارات المتسرعة عند مواليد يعني الأسد تكون مدروسة، بتكون كتير مدروسة هاي السنة الحقيقة، لأنه فيها نقلة مهمة ومفصلية بحياتهم. وكتير من مواليد الأسد على فكرة بتختبر علاقاتهم الشخصية هاي السنة. هلأ الخاليين من مواليد الأسد ممكن كتير يكون عندهم اندفاعات عاطفية كتيرة هاي السنة. حلو. وما يرسوا على شيء آخر شيء. عندهم أورانوس لأنه هو كوكب الحب بالنسبة لألون اللي بيحمل كتير من المفاجآت والتغييرات والانقلابات. فمواليد الأسد هيك شاءت الظروف أنه هاي السنة يعيشوا صخب عاطفي كتير كبير. حتى المرتبطين بدهم شوي ينتبهوا لعلاقاتهم الزوجية، لأنه فيها نوع من الاختبارات القاسية شوي. بتمنى أنه مواليد الأسد يكونوا كتير عاقلين ويقدروا يتجاوزوها.
ان شاء الله. هلا بدنا نروح للعذراء، شو بيحمل لون اسئلتها؟ مواليد العذراء الحقيقه عام حلو بالنسبه لإلهم، مهنيا تحديدا يعني يمكن انا بشوفه اكثر شيء، لانه ممكن كثير مواليد العذراء هذا العام يدخلوا مشاريع مهنيه جديده، ممكن يجمعوا عملين بوقت واحد، ممكن يضاف لعملهم الحالي شيء اضافي، السنه فيها شغل كثير وفيها موارد ماليه ايضا، يعني مصدر مالهم العذراء بهذا العام هو الشغل. حلو تمام. فكل ما زاد عملهم كل ما رح يكون في عندهم مصدر ومكاسب ماليه جيده رح تكون مرضيه بالنسبه لهم. هلا بدي نوه شغله، انه مواليد العذراء بالعام الماضي تعبوا صحيا كثير ايضا، فهي السنه فيها المشتري الموجود ببرج الدلو بيريحهم من الناحيه الصحيه، او زحل موجود بنفس المكان بيفرض عليهم نظام صحي معين، كل مواليد العذراء رح يغيروا طبيعه حياتهم هي السنه، رح يكون في عندهم نظام صحي جديد، نظام غذائي جديد، يهتموا اكثر بامورهم. نعم. وهن اصلا اشخاص موسوسين بالصحه مواليد العذراء كلهم، يعني عندهم هذا الخوف من المرض وعندهم كثير، فبينشغلوا هاي السنه بهي القصص، وانا برايي انه يرجعوا لاستشاريين بهذا الموضوع لحتى يكون نظامهم الصحي معتدل ومتوازن طوال العام. طبعا يكتب للبعض ارتباط بهذا العام، في عندهم بعض التغييرات على صعيد امورهم العائليه، او ممكن يكون في سفر مفاجئ لبعض مواليد العذراء هذا العام ايضا، يغيروا بلد، يغيروا اقامه، يغيروا سكن، وارد يعني هذا الشيء بالنسبه لهم، بس انه سنه جيده تعتبر. هلا غالي حننتقل اكيد لبرج الميزان. كل عام وانت بخير سالي. هذا اهم شيء، يعني سنه حلوه طبعا للميزان. حبيبتي يا غالية، نحن قلنا انه الكواكب كلها الكواكب اللي عم تلعب ادوار مهمه بهي السنه دي ابراج هوائيه رح تكون، فهي اكيد داعمه. هلا مواليد الميزان ممكن بس اقول لهم انه في عندهم تغييرات، في عندهم سفر للراغبين، في عندهم تغييرات على المستوى العائلي، ممكن شيء له علاقة بالأولاد هذا العام. مواليد الميزان بينشغلوا كتير بأولادهم المرتبطين المتزوجين، ممكن يكون في بشأن دراسي بخص الأولاد، بشأن سفر ارتباط ممكن، وعندهم سفر بقصد العمل. مواليد الميزان أنا بشوف هاي السنة يعني كلهم طبعا بيفكروا انه يوسعوا افاقهم، يتوسعوا اكثر، يتحرروا من القيود السابقه والماضيه اللي كانت مكبلتهم شوي، كانت الكواكب كثير عملت لهم مسؤوليات عائليه ثقيله. صحيح. كانت وارتباطات متعبه الحقيقه، طبعا هي السنه ببلشوا يتحرروا. هو عامل الحب على فكره لمولود الميزان والابداع، مواليد الميزان، مواليد الجوزاء، هدول اللي بده يشتغلوا بهواياتهم هذا العام. تمام. مواهبهم هي حتدر المال. نعم. فكل حدا من مواليد الميزان فعلا يدور جواته وين امكانياته، وين قوته، شو الهوايات اللي بيقدر يعملها، شو المهارات اللي بيمتلكها، يحاول كثير يستفيد منها هي السنه. نعم. شو الشيء اللي بيحبه يشتغل فيه، لانه هذا هو مصدر للمال رح يكون. وطبعا في ارتباط لكثير من مواليد الميزان بهي السنه، ورغم هيك كمان بدي حذر شوي، انا بحبهم هدول التاتشات الصغيره الغير متوقعه، يعني انه مواليد الميزان لعوبين هذا العام شوي بالعواطف. تمام. يعني ممكن كثير يتلاعبوا. هن المتحكمين ولا المتحكم بهم؟ لا هن المتحكمين، يعني هن بيعيشوا مغامرات هي السنه، وبيكون عندهم كثير هذا الصخب مثل مواليد الجوزاء على فكره. بس انا بقول انه لا يخشى على الخاليين من هيك مغامرات اكيد، لانه بالنهايه رح يبحثوا عن الاستقرار، ورح يبحثوا عن الشخص المناسب او الجدي بحياتهم، ولكن اخشى على المرتبطين من ممكن شوي من هالقصص هاي. تماما اكيد. وهلا بدنا نحكي بعد الميزان العقرب، برج العقرب خلينا نحكي عليه. هلا مواليد العقرب حراكهم هذا العام عائلي الحقيقه، يعني كل ما له علاقه بالعائله، بتغييرات عائليه، ممكن بتغيير سكنهم، بشراء عقار للبعض اللي عنده رغبه انه يشتري عقار، نشاط عقاري رابح بهذا العام لمواليد العقرب ايضا، اللي بده يشتري اللي بده يبيع. هلا انا بقول حتى مواليد العقرب يلي عندهم حركه بيع او شراء
ممكن بالنص الثاني من العام. وعلى فكرة ممكن يكون في عندهم مشروع عائلي مشترك تمام. مع العائلة الكبيرة. البعض من مواليد العقرب هاي السنة بيضيفوا ملكية جديدة لأملاكهم. ما في شك انه بدي بس القي الضوء على كوكب اورانوس يلي موجود ببرج الثور بمواجهه معهم، لانه هو كثير له مفاعيل هذا العام بالنسبه لمواليد العقرب، له علاقه بخلافاتهم العائليه شوي، مو بس بتغيير سكنهم او اقامتهم او بيتهم او حتى ضمن تحديثات ضمن المنزل. ممكن يلجأوا لمواليد العقرب، بس ممكن ينشأ بعض الخلافات على مواضيع مالية أو إرثية عند مواليد العقرب إذا عندهم هالنوع من الارتباطات العائلية، فبدوا ينتبهوا كتير وخاصة أثناء فترة تراجع كوكب أورانوس. هلأ صحيا ما في شك أنه زحل بدلوا شوي بيقول لهم انتبهوا، بس يعني نوع من الاهتمام بالأمور الصحية عند مولود العقرب له أو لأحد المحيطين فيه يعني بهذا العام. ماليا مكاسبهم لا بأس فيها جيدة، بس بتمنى يكونوا حريصين يعرفوا وين يحطوا قرشهم بهذا العام. طبعا سنة مفصلية من الناحية العاطفية لمواليد العقرب. حلو. في عندهم إما ارتباط أو انفصال، في تغيير على المستوى الشخصي. ما عم نشوف بالمجمل غالية سنة تغييرات يعني جدا بالمجمل على إيه؟ يعني على كل الأبراج، ما فينا نقول مثل ما قلتي انه نحصر لا. برج معين. غالية خلصنا لبرج العقرب، رح ننتقل لبرج القوس. يمكن برجك سمار اكيد برجي كثير بحبه كل كمان. عام وانتي بخير سمار. خير الله يا رب. هي السنة سنة جيدة كثير لمواليد القوس، افضل من السنة الماضية، رغم ان السنة الماضية ما كانت سيئة بالمطلق على مواليد القوس، بس هاي السنة ممكن ما يحسوا فيها بالملل أبدا. طبعا. وهذا الشيء اللي بيحبوه مواليد القوس. نعم. مواليد القوس بيكره الروتين، بيكرهوا الملل، بيحبوا المشاريع الجديدة، بيحبوا التواصل، بيحبوا التعارف، عندهم علاقات إنسانية جديدة أو صاد جديدة بيدخلوها مواليد القوس، بينشطوا تكنولوجيا حتى يعني عن ممكن تكون مشاريعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر السوشيال ميديا. 100% فكر انا بهالموضوع كتير. صح. هلا مواليد القوس ممكن يكونوا عم بيحضروا لشيء جديد، ممكن يكون على هذا الصعيد او على هذا المستوى، بدايه لجديد، تغيير او سفر متاح لهم كمان اذا كانوا راغبين بهذا الشيء. انا بشوف السنه حلوه حتى للمعرفه الجديده، يعني مواليد القوس حتى دراسيا انا بعتبرها من سنوات كثير جيده على صعيد امورهم الدراسيه المعرفيه التخصصيه. ايضا يعني عندنا الجوزاء وعندنا القوس عندهم هذا النشاط الدراسي بهذا العام واللي بيكون حلو. طبعا في فترات بده ينتبهوا لها اكيد مواليد القوس، حتى دراسيا حتى تمام. صحيا اللي هن شهر 2 اول 20 يوم بشهر 2 اول 20 يوم بشهر 6 حزيران وتقريبا بين اواخر ايلول وبدايات تشرين الاول، هدول فيها فتره تراجع عطارد. عطارد بخصه مباشره، وبهي الفتره بشهر 6 في عوامل الكسوف الشمس وخسوف القمر كمان شوي بيأثر عليهم مباشره. عدا هيك العام بالنسبه لمواليد القوس جيد جدا لتغيير عمل، ممكن لسفر، ممكن ايضا ل تغيير إقامة مثل ما قلت. هلأ بالنسبة للأمور العاطفية بالنسبة لمواليد القوس أو العائلية، هلأ أنا بشوف أنهم ما كانوا مرتاحين بالعام الماضي، وهي السنة أيضا تعاني من تقلبات مع الاعتذار الشديد يعني من كل مواليد القوس. الحقيقة سنة عائليا تحمل بعض التقلبات، وكأنه مشاكله السنة الماضية ما انتهت مولود القوس، يعني هاي السنة ما انتهت لسا. هلأ نشوف النص الثاني من العام أفضل ليكون اتخذ قرار أو حسم قضية عائلية كانت معلقة. بالنسبة للأمور العواطف أيضا أنا بحس أنه مواليد القوس رغم أنه هن أكثر الناس حبا بالتجديد وحبا بالبدايات الجديدة، أنه هاي السنة بالذات بيشعروا بالحنين إلى الماضي، عندهم هذا بفترات كثيرة من السنة، بيحسوا أنه هن الماضي العاطفي بالنسبة لإلهم كان أحلى، أو بيحاولوا يسترجعوه بطريقة من الطرق يعني حنين. طبعا بيرجع طبعاً. القرار لإلهم بالنهاية، بس أنا بشوف السنة بدنا ننتبه شوي على الفترات الأقوى عاطفيا إذا حابين مواليد القوس يرتبطوا أو نعم. يدخلوا حياة جديدة. أكيد بعد هاي
الأشياء الحلوة اللي سمعتها على برجي، وأكيد كل اللي برجهم القوس انبسطوا من هاي الأخبار الحلوة. خلينا ننتقل بعده لبرج الجدي. أكيد كل عام وانت بخير. إلك بألف خير. يعني جدي المفروض هذيك السنة كانت سنة الحظ بالنسبة له، بس هي ما كانت كتير، كانت شوي، أخذوها البعض من مواليد الجدي. هلأ هاي السنة بشوفها أكثر حظ بالنسبة له، مع بعض التحديات، مع بعض العراقيل، بس مولود الجدي شخص قوي جدا ويقاوم يعني الصعوبات، وبيتم هادئ وبيمشي تجاه أهدافه بهدوء كتير كبير. هي السنة بيزداد فيها نشاطه المهني والمالي، هاي السنة يعني عنده عمل، عنده بدايات مهنية جديدة بيشتغل عليها كتير. العمل مصدر للمال بالنسبة له كتير مهم. تغييرات مالية طوال العام عند مواليد الجدي ممكن تكون، انتبه وين بدك تحط مالك. بس يعني الناس الأشخاص اللي بيشتغلوا أعمال حرة مثلا، يعني ممكن كتير يكون عندهم استثمارات بهذا العام وأرباح ومكاسب مالية، يعني سنة للمال بالنسبة لمولود الجدي. ولكن ببعض الفترات بده ينتبه كتير مولود الجدي، سيما أنه هذا العام بشكل عام هو عام تجاري يعتبر بشكل عام، يعني من طبيعة عام 2021. ولكن زحل الموجود ببرج الدلو يفرض بعض القيود، وخاصة على مواضيع الاستيراد والتصدير. فما رح نستغرب نحن أنه نسمع بقوانين جديدة إلى علاقة بهذا المجال. فهيك أصحاب المهن الحرة بده ينتبهوا شوي من مواليد برج الجدي، لأنه أنا بشوفه كتير عام مهم بالنسبة لنقلة مادية ومهنية أكثر حداثة بالنسبة لمواليد الجدي، خاصة مواليد الجدي على القديم بيشتغلوا. بس بده يتعلموا أنه هن هلأ بعصر جديد وبدهم يواكبوا ويكونوا سريعين بالتقاط الفرص. غالية للدل مهنياً نحكي عاطفياً. عاطفياً مهنياً ما خلصنا. عاطفياً مواليد الجدي كلهم عندهم تنقية بوضعهم العاطفي، كلهم عندهم حالة من التمرد وحالة من رغبة بالاستقرار العاطفي والزوجي، كلهم بيسعوا بهذا الاتجاه. العلاقات المتعبة تزول من حياة مولود الجدي، العلاقات اللي مبنية على أساس صح هي اللي بتستمر. في زواج لكثير من مواليد الجدي هذا العام، وخاصة بفترة الربيع وأوائل الصيف، يعني بين أيار وبين حزيران، هاي الفترة مهمة، وآخر 4 شهور بالعام أيضا. طبعا. هاي بالنسبة للخالين. العاطفية أهم شيء، كنت دغري نقطع على الدلو بس يعني موضوع العاطفية أهم شيء. لا بس هاي السنة يشعر مولود الجدي بالاستقرار نتيجة قرارات بيأخذها. تمام إن شاء الله. دلو مواليد الدلو، هلأ الكواكب عنده، الكواكب الأهم والكواكب الرئيسة بهاي السنة اللي هن زحل والمشتري موجودين عنده من نهايات عام 2021. طبعاً عام حتماً في تغييرات لمواليد الدلو، يعني مواليد الدلو هاي السنة ما مختلفين تماماً عن ما مضى. هلأ بلشوا هن مرحلة جديدة ومرحلة تصاعدية رح تكون. هلأ زحل، الكل بيسمع بكوكب زحل بيخاف، بيقول لك زحل هو كوكب الرعب، يعني كوكب النحس أو كوكب التجارب الصعبة. صح مظبوط، زحل هو كوكب التجارب الصعبة والضغوط واوا، ولكن زحل أيضا ما بيضيع حق، يعني صحيح الغلط معه ممنوع، ولكن الحقوق بياخدها الإنسان وياخد مكافآته طالما هو عم يشتغل بشكل صحيح. هلأ زحل بده يأثر بهاي السنة، مشان ما كل مواليد الدلو يتضايقوا من موضوع زحل، بده يأثر على مواليد العشرية الأولى، من يعني مواليد شهر كانون الثاني، آخر 10 أيام بكانون الثاني، العشرية الأولى من الدلو، هدول اللي ممكن يكون في عنده نوع من الضغوط، المسؤوليات الإضافية، إضافة للتغييرات المهمة اللي بتاخدهم لإنجازات كتير مهمة، تغيير موقع عملي، تغيير بلد عند مواليد الدلو، تغيير ممكن سكن أو إقامة. يعني تغييرات كتير جذرية بهاي السنة مواليد الدلو. حتى من الناحية العاطفية أنا بشوف أنه هاي السنة أيضا فيها تغييرات كتير هامة من الناحية الشخصية والعائلية عند مواليد الدلو. هلأ في قسم منهم عنده اهتمامات بالأولاد، قسم منهم الراغبين بالإنجاب كمان، هاي السنة بتحمل حظوظ كثير إن شاء الله يا رب، هيك كل اللي متمنين هذا الأمر يتم بإذن الله. طبعا إضافة أنه ممكن يكون عندهم تغيير عقار، انتقال من عقار لآخر.
وإضافة أنه البعض عنده ارتباط وبعد مرحلة من المغامرات أيضا لحظي الهواء هو يلي ما عم بيعود آدمي تماما هن مواليد الهواء اللي ما عم يعودوا أوادم هاي السنة بالموضوع العاطفي بس بالنهاية أي علاقة تكتب لمولود الدلو بهاي السنة واللي حتاخده لارتباط علاقة جدية ومستمرة يكتب لها الاستمرار إن شاء الله إن شاء الله هلا بالختام غالية نحكي على برج الحوت أكيد شو مخبي له الفلك طبعا كل عام وهن بألف خير دائما بيضطروا ينطرونا للآخر عن جد ما مساكين آخر شيء يسمعوا هلا هي السنة معنا سيئة أبدا لمواليد الحوت بالعكس أنا بشوفها هي السنة للتغييرات العميقة جدا نعم سنة للتأمل عند مولود الحوت يعني مولود الحوت تعرفي جردة الحسابات أو يعني بده يقعد هيك ويقعد يفكر هو شو أنجز شو عمل وين غلط وين أصاب هاي المحاكمة العقلية وإعادة ترتيب الأشخاص بحياته والأمور هاي السنة بده يعيشها مولود الحوت حتماً ليطلع بشي جديد هلأ ما في شك في تغيير عمل عند مواليد الحوت كلهم في عندهم انتقال من عمل لآخر نعم. وعمل للأفضل ويمكن يكون عبر سفر هذا العمل لأنه كثير من مواليد الحوت هاي السنة بيفكروا بسفر بعيد بيخططوا لإله وبيحاولوا أنه يحققوا إذا في قضايا قانونية أو قضايا العلاقة بحقوق أو بميراث فهي السنة للحلول عند مواليد الحوت في اللي عنده قضايا عالقة من السنوات الماضية الأمور العاطفية متقلبة شوي كمان مع الاعتذار بالنسبة لمولود الحوت لأنه هو اهتماماته رح تكون بالتحرر من كل أشكال الماضي مولود الحوت طبعا. الماضي المرافق له هاي السنة نعم. رح يخلص منه ورح يتخذ قرارات نهائية رح تضع حد لأي متاعب حلو. ممكن تكون العلاقة بعلاقات مرهقة أو مؤذية أو متعبة أو العلاقة حتى بأمور عائلية يمكن ما كانت على مستوى نعم. توقعاته بعد النص الثاني من العام ببداية النص الثاني ممكن يباشر كثير من مواليد الحوت نعم. علاقة جدية وبداية حب حقيقية تاخده لارتباط يعني بده يفرح غالية بنتمنى لسه أكثر وأكثر نحكي ولكن باختصار بالنهاية من هم الأكثر مالا ومن هم الأكثر عاطفة باختصار هلا الأكثر مالا هو مولود برج الجدي بهذا العام الأكثر مالا ممكن يكون مولود برج الثور بهذا العام أنا هيك بشوف إن شاء الله. بالنسبة لإلهم الأكثر عاطفة أنا بشوف مولود برج الجوزاء برج الميزان والقوس ما والقوس إذا بدك كمان ما بيمنع لأنه في طبعا مواليد ما اللي هن مواليد العقرب مواليد السرطان مواليد الحوت هدول المواليد اللي بده يعيدوا نظر بعلاقاتهم كتير فعندهم كتير سنة مفصلية على صعيد العلاقات العاطفية إما بترك انفصال أو باستمرار أو بدايات جديدة إن شاء الله حظوظ موفقة على الجميع وبداية يوم جديد بيحمل كل التغييرات الإيجابية والأمل بشي أحلى غالية كل عام وأنت بألف خير نورتي صباحنا لليوم بهذه الحلقة الخاصة كانت وإن شاء الله يا رب هيك كل شيء توقعناه جميل يصير يا رب يا رب إن شاء الله وكل عام وكل مشاهدينا بألف خير وبلدنا الحبيبة بألف خير خير غالية دائما بتعطينا طاقة كتير حلوة طاقة إيجابية حكينا شيء سلبي وشيء إيجابي بس إن شاء الله بيتحقق الشيء الإيجابي دائما هيك طاقتك حلوة وما من يعني والفقرة فورا بتمرق الوقت معها بسرعة كتير شكرا لك شكرا لتوقعاتك الرائعة ومشوفك أكيد بحلقات قادمة شكرا لك شكرا لك